السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد ومرحبا بكم ايضا على القناه. اليوم ان شاء الله نحضروا محنشه معمره بالخضر، كتجي زوينه بزاف بديل الورقه، كتجي كامله مقرمشه بطريقه سهله جدا. هانتوما غتبعوا معايا المقادير والطريقه في نفس الوقت، خليكم معايا. كتجينا لذيذه بزاف، حتى المقادير ديالها بسيطه جدا، وغادي تجربوها وان شاء الله اكيد غادي تعجبكم بطبيعه الحال. هانتوما كما لاحظتوا كامله كتجينا مقرمشه وسر في الطيابه ديالها. اول حاجه كنحتاج هنا تقريبا 250 غرام ديال الدقيق خاص بالحلويات، وكنحتاج هنا 100 غرام من دقيق الفينو، كنحتاج رشه ديال الملح بطبيعه الحال، او كنديروا الملح للعجين ديالنا الكافي. كنديروا ملعقه صغيره من السكر سنيده، ممكن الاستغناء عليه ما كاينش اشكال. صافي، من بعد كنخلط المكونات كلها بهذا الشكل هذا، وكنضيف يعني تقريبا واحد 3 ملاعق من الزيت النباتي البلديه بطبيعه الحال اللي كتكون كبيره، يعني هاد الزيت هادي كتكون عندها دور كبير، من الاحسن انكم تدفوا زيت الزيتون بديل الزيت النباتيه. وكنجمع بالماء البارد من الروبيني، او دفيو شي شويه لكنتم مزروبين بها، ويستحسن انها تكون كتعجن بالماء بارد وكتخليوها كترتاح تقريبا لمده 10 دقائق، راح كترخف لكم دغيا. غير حنا العجينه نحاولوا ما نقصحوهاش بزاف، يعني كتكون ما بين وبين. غادي نجمع العجين ديالي بهذه الطريقه هذه، وغادي ندلكها لمده دقيقه فقط، ما كندلكهاش بزاف لانه باقي كنوضعوها في شي، اما كنديروها بلاستيك الغذائي او كنديروها في شي طاسه اللي دغيا انها كتدلك هي وراسها. انتم كما لاحظتوا فقط لمده دقيقه. كما قلت لكم العجين ما كنقصحوهاش بزاف وما كنرخفوهاش. صافي بطبيعه الحال غادي نجمعها بهذه الطريقه هذه كما قلت لكم لمده دقيقه فقط، وصافي ما نكثروش عليها. هانتوما كما لاحظتوا من بعد غادي نجيب هاد شي اي حاجه، اي طاسه عندكم من الافضل ديروها في شي طاسه، راه دغيا انها كترطب. صافي، من بعد كندهنها من القليل من الزيت في السطح ديالها باش ما تكونش لي واحد القشره من الفوق. صافي كيما لاحظتوا طريقه جد سهله واضحه، ونخليوها ترتاح كيما قلت لكم 10 دقائق. وندوزو نوجدو الحشوه ديالنا. بالنسبه للحشوه كيما لاحظتوا كنطحن يعني تقريبا 4 ديال الجزرات وثلاثه ديال لي كورجيت، وممكن تزيدوا بصله. انا غادي نكتفي بهاد جوج ديال المكونات ديال الخضر، وممكن ديروا اي حاجه كتفضلوا. صافي، من بعد غادي نشحرها في القليل من زيت الزيتون، يعني بلا ما انني ندير لها ملح لا والو، لانه كنوجد الشرموله دي ديجا كنديرها معكم لما كيكون لا لحم لا دجاج لا حتى حاجه لا كفته لا والو، كنعودوها بهاد الشرموله هذه، راه كتجينا هائله فعلا وكتجينا غنيه بحال ليله دايرين في المذاق ديال الحوت في الحشوه ديالنا، وهي ما فيها لا حوت لا والو. ان شاء الله غنخلي لكم رابط في صندوق الوصف باش تشوفوا الشرموله اللي كندير في جميع الخضر اللي كتعطيني بنه اكثر واكثر. صافي، من بعد هانتوما كما لاحظتوا شكلت الكويرات على شكل يعني كويرات يكونوا كبار شي شويه. كناخذ القليل من الزيت كنرش به سطح العمل، كنسرح به الكره، ومن بعد كنجيب الزبده كما بغات تكون، يعني سواء ديال يعني ديال البواطا او ديال الماركارين، كندهنوا بها، يعني ضروري كندهنوا بها الوجه الامامي ديال المسمنه ديالنا بعد ما طلقناها. صافي، كنجيبوا هاد الجراره هذه او سكين، كنقطعوها من الوسط يعني على النصف، ومن بعد كنشكلوها على الشكل هذا.
بالنسبه للحشوه ما كنديروهاش يعني غريضه بزاف، كنديروها يعني كتكون متوسطه، ونحاولوا اننا نديروا القياس. هانتوما كيما لاحظتوا الحشوه ديالنا كتجينا بنينه بزاف، ممكن تزيدوا عليها الزيتون، المهم داكشي الاضافات الاخرى كيبقى على حسب الاختيار. وانا خليتها يعني ما درت لها لا فرماج لا والو، صراحه كتجي زوينه البنات ولذيذه، واهم حاجه انها كتجينا مقرمشه. صافي من بعد هانتوما كيما لاحظتوا مني شكلت هذا، غنبدا ندير على هذا الشكل هذا، خايب شي شويه صافي ومدلف. طريقه جد سهله وبسيطه جدا، وما كتاخذش معنا وقت، دغيا كنوجدوها. صافي غادي نلوي على شكل محنشه. كيما لاحظتوا هنايا جيت كيحسب لي انا كنت كنصور، ولكن انا ما كنتش كنصور، ولكن لفيتها على شكل محنشه عادي جدا، كنتني الراس ومتغاده وانا كنلوي. من بعد كنجيب صينيه ديال الفرن وكندهنها بطبيعه الحال بقليل من الزيت، وكنوضع فيها المحنشه ديالي، وكنبقى مستمره نفس الطريقه، وانا كندير هاد المحنشه ديالي. حاولت اني كندير لكم بسرعه يعني باش لا فيديو ما يجيكمش طويل، ثم كيما لاحظتوا يعني غادي تكملوا بنفس الطريقه. دائما كنسرحوا الكره وكنديروا لها قليل من الزيت، وكندهنوها بطبيعه الحال بالزبده ونقسموها على نصف، وكنديروا الحشوه بهذه الطريقه. هكا كنكونوا درنا واحد المحنشه اللي كتكون عائليه، يمكن كتجينا زوينه بزاف وجد اقتصاديه فعلا، وكنتمنى البنات انكم تجربوها، فعلا كتجينا مقرمشه ولذيذه. كنلفوا بهذه الطريقه يعني ما كنوصلوش الحشوه للجناب، ماشي بزاف يعني، لانه باش ما تخرجش لنا للجناب، لانه حنا كنحتاجوا داك الجناب باش ندخلوا بها نلصقوا بها العجين. صافي كنجيب بطبيعه الحال الصينيه، وبحال كنحل شويه ديال هذاك الجناب اللي غادي نلصق فيه هاد المحنشه بهذه الطريقه هذه. كنحاول اني ندخلها في العجين ونضغط مزيان بهذه الطريقه هذه، وصافي غنبقى مكمله نفس الكويرات بهذا الشكل هذا، وكنبدا نضغط ونبسط شي شويه باش ما تنفخش ليا العجين رغم انها ما فيهاش الخميره. صافي من بعد ما شكلتهم كل شيء بقاو ليا تقريبا واحد الكره او جوج، شكلتهم على شكل مسمن عادي لانه تسالت لي الحشوه. صافي من بعد هنا كيما لاحظتوا جبت صفار ديال البيض، ودرت له القليل من الخل والقليل من الصويا صوص صويا. كندهن الوجه ديال مسمنه بهذه الطريقه هذه، ومن بعد كنكون ديجا سخنت كيما قلت لكم سخنت الفرن، وكنخليوها يعني باش كتجينا مقرمشه ولذيذه، يعني ما امكن كنقصوا عليها النار مهيله في الفران، وكنخليوها تطيب على خاطرها. اون فوا كنشوفوها يعني تحمرات والحمره وطلعت لينا الجناب، عاد باش كنهبطوها لتحت كمل طيابها وتحمر لينا وتاخذ لينا داك اللون، اللون اللي كيكون زوين بزاف. وهانتوما كيما لاحظتوا هنايا غادي نرشها غير بالزنجلان والسمسم يعني، وشويه ديال الحب رشاد، المهم يعني كندخلو هكا في الملاحات الزرارع اللي كنديرو يعني القليل في كناكلوهم. ومن الاحسن انكم في اي حاجه كتضيفوهم راهم مزيانين بزاف، وهكا كنكونو استفدنا منهم. هانتوما كيما لاحظتوا طريقه جد سهله وبسيطه، وندرش بهذه الطريقه فقط للتزيين. ممكن تخليوها غير هكاك وتتخرجوها وتزينوها بالفرماج الاحمر، يعني حتى هي ديك الطريقه جد مناسبه، وكيبقى للكل على حسب الاختيار ديال. صافي كما قلت لكم شويه ديال الحب رشاد، كنتمنى الفيديو ينال اعجابكم بالصحه والراحه. ولا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا باللايك والاشتراك في القناه باش توصلوا بجديد الفيديوهات ان شاء الله الجايه، وفرجه ممتعه. وهذه هي المحنشه ديالنا بطبيعه الحال ملي كنخرجوها من الفران ويا سائخينه،
كنرش عليها شويه ديال الجبن الاحمر ممكن لاختياري، ما كانش كتخليوها غير هكاك، راه كتجي فعلا لذيذه وبصحه وراحه. وكنتمنى تجربوها وترسلوا لي التعليقات ديالكم، وشكرا على المتابعه والى اللقاء. بسلام عليكم.